باشمهندس، بالسؤال الاخير قبل ما نختم فقرتنا دي، دلوقتي المناطق اللي تضررت بالتاكيد مفصول عنها زي ما حضرتك شرحتي لي الكهرباء علشان سلامه وامن المواطنين، بس انا برضو محتاج شويه نور. هل وارد انه نبعت مثلا في الكوبانيه مولد، على حسب بقى انتوا اللي بتقدروا الحاجات دي، انا مش مهندس يعني، مولد 2-3 ننور للناس بالليل لحد ما النهار يطلع الكام يوم دول على ما ينقلوا العمارات اللي معموله علشان الاغاثه العاجله؟ احب اطمن حضرتك ان احنا من امبارح ما عندناش مواطن واحد في اسوان ما عندوش كهرباء. يعني وصلتوا للناس الكهرباء تاني؟ 100% يا فندم. ده معناه ان الشبكه بتاعتي سليمه الحمد لله. انا عايزه ادي هنت كده تكنيكال، يعني الاستثمارات الضخمه اللي اتصرفت على الشبكه الكهربائيه في مصر خلال السنوات القليله الماضيه هي اللي احنا بنحصده دلوقتي، ان الاعطال اللي حصلت والاعاصير والنوات والسيول ده كله ما اثرش على الشبكه، ولا كان عندنا عطل جهد متوسط واحد، بالتالي ما اثرش على الشبكه القوميه للكهرباء في مصر. والله هو ده الفرق. اصل انا فاكر 2010 بالضبط حصل اعصار هنا وقع الابراج بتاعه الضغط العالي على الارض. يعني ما عندناش حاجه فهمت. الحمد لله والشكر لله. الله الحمد. يعني انا جاي حضرتك دلوقتي من قريه الشلال، دي قريه يعني برضو بعيده جدا من الشلال. يعني لسه دلوقتي يعني احنا كنا بنتحرك في النور والدنيا كلها كل المنازل مناره ومفيش حاجه، وكان معايا الدكتوره غاده نائب السيد المحافظ، وفي عمليه التسكين الخاصه بالعمارات والشقق اللي جاهزه، يعني شقق بالفعل 10 عماير كل عماره في عدد كبير من الشقق يعني جاهزه لان هي تستوعب يمكن العدد كل الناس. وهو برضو من خلال برنامج حضرتك بندعوهم ان هم أيوة يتوجهوا للشقق ويقتنعوا، وان في نفس التوقيت هيبقى في اعمار لمنازلهم. وانتوا برضو يعني ايه يعني بعد اذن حضراتكم برضو في الوزاره يعني اقعدوا مع الناس اكتر، اقنعوهم اكتر، الناس ليها حق تقلق. الناس دي محدش زي ما كنت بقول سياده المحافظ محدش صدق معاهم من 1972 ل 2014. تمام. محدش صدق معاهم في كلمه. هو حضرتك احنا يعني مديريه التضامن هنا هوت في عندنا حاجه اسمها، يعني في سؤال حضرتك في الاول لما الاستعدادات ايه وكده، فبقول لحضرتك احنا دايما بنبقى مستعدين من قبل الحدث. يا ميسر. وبالفعل احنا في عندنا لجان اغاثه مشكله على مستوى كل وحده وكل اداره، وديت منتشرين حاليا يعني على مدار اليوم بيتواصلوا مباشره مع الناس زي ما اشرت حضرتك ان هم في حته الاقناع وتوصيل الخدمات والحصر، بالاضافه للتعويضات بعد ما تنتهي الحصر الكامل، التعويضات الماديه اللي هيتم صرفها. انا شغلتي اوصل صوت الناس وفي نفس الوقت اوضح شغل حضراتكم.